للمرة الأولى يمكن القول أن الحكومة الشرعية بدأت في التحرك الدبلوماسي بشكل واضح المعالم. تحركات بدأها رئيس الحكومة أحمد بن دغر بزيارة لدولة الإمارات، تلتها زيارة للقاهرة على رأس وفد حكومي بحثا عن دعم إقليمي ودولي لموقف الحكومة الهادف لاستعادة الدولة. لقاءات مكثفة أعقبت إعلان الحوثيين والمخلوع صالح عن تشكيل مجلس سياسي والتهديد بتشكيل حكومة والاستفادة من تصريحات القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء وتصوير ذلك وكأنه موقف روسي داعم لتلك الخطوة، وهو ما نفاه وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي قال أن بلاده لا تعترف بالمجلس السياسي في اليمن، وصفا إياه بالتصرف الأحادي الجانب. المسؤول الروسي أكد خلال لقائه وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن موسكو تدعم الشرعية في اليمن وأن موقفها لن يتغير، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي لبلاده هو ما تتضمنه بيانات الخارجية الروسية، وأن أي موقف غير ذلك فهو تصرف فردي لا يعكس الموقف الرسمي لبلاده. الموقف الروسي تجاه الأزمة اليمنية كان دوما في المنطقة الرمادية ويترك الباب مواربا لتحقيق أي مكاسب محتملة جراء ذلك الموقف، ويمكن اعتبار بقاء السفارة الروسية في صنعاء فاتحة أبوابها في وجه المخلوع والكشف عن أسلحة روسية جديدة تم العثور عليها بحوزة ميليشيا الحوثي وصالح، والزيارات المكوكية لمسؤولين مقربين من صالح لموسكو بين فترة وأخرى دليلاً على أن روسيا ما زالت تفضل العمل من تحت الطاولة في اليمن. التحركات الدولية فيما يخص مربع الأزمة اليمنية ما تلبث أن تتوقف حتى تعود من جديد في حلقة دائرية، فبعد أكثر من أسبوعين على توقف مشاورات الكويت ورفض الإنقلابيين التسوية المقترحة من قبل الأمم المتحدة عادت العجلة الدبلوماسية للدوران من جديد، هذه المرة بإضافة روسيا للدائرة الضيقة للحل التي كانت تضم أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات. وأعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد لقاء دولي في الرياض منتصف الأسبوع الجاري بمشاركة وزير خارجيتها، وهو ما قد يسفر عن عودة لجولة مفاوضات مقبلة بين الحكومة والإنقلابيين وتقديم تعديلات على خارطة الطريق التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ في الكويت الشهر الماضي. الإجراءات التي يقوم بها الإنقلابيون في صنعاء جعلت عدوى القلق بخصوص الأوضاع في اليمن تنتقل من المسؤولين الأمميين إلى رعاة التسوية السياسية في اليمن، حيث أعربت مجموعة سفراء الدول 18 الراعية للتسوية السياسية عن قلقها حيال الأعمال التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيون وأنصارهم، والتي وصفتها بالأحادية وغير الدستورية في صنعاء. يستمر العالم في القلق والتعبير عن قلقه وعدم اتخاذ أي إجراءات تفضي لحل للأزمة اليمنية، بينما يمضي الإنقلابيون كل يوم أكثر في مشروعهم ويستمر سقوط الضحايا المدنيين بلا ثمن.